النهاردة هنتعلم ازاي نعمل كاميرا تراكنج لـ 3D تكست. اول حاجة نعمل نيو كومبوزيشن بمقاس فول اتش دي، بعد كده هنعمل امبورت الفيديو اللي هنشتغل عليه، ننزله على التايم لاين. هو حركته بطيئة فهنسرعه، هندوس كليك يمين نختار تايم ستريتش ونخلي 30%. بعد كده ندوس على ويندو ونختار تراكر، نختار تراك كاميرا ونستنى لما يخلص اناليزنج. بعد كده هيجيلي النقط اللي هي شبه الاكس دي، هنعمل زوم للمكان اللي احنا عايزين نخلي عنده التكست ونختار المكان المناسب. انا شايف النقطة دي مناسبة. بعد ما اختار النقطة هدوس كليك يمين واختار كرييت تكست اند كاميرا، هظبط مكان الكلام بتاعي، نظبط الروتيشن كده تمام، صغره شوية، انا هسرع ده عشان الوقت. نعمل زوم عشان نظبط الفتحة بتاعت حرف الاي على الانيميشن، ونظبط البوزيشن كده جميل. ناقص نخلي التكست 3D. هنروح على التكست بتاعنا، نفتح الجيومتري اوبشن، بس الاول نتأكد ان احنا مختارين الادفانسد 3D. بعد كده نروح عند الجيومتري اوبشن تاني، نختار الاكستروجن ديبس لحد لما يبان هو 3D وبس كده. لو عايز تعرف ازاي دخلنا مشهدين في بعض زي المشهد اللي انت شفته في الاول، اعمل سبسكرايب واكتب لي تحت في الكومنت واعمل لايك للفيديو، واعمل لك فيديو عن ازاي نعمل ماسك مع 3D كاميرا علشان نعمل ميكس بين مشاهدين.